مرحبا. بعد ما طلع أبو سلوم من الحبس عملت فيديو حكيت كيف طلع وتلاقى بأبو خدول الفاتح وتصادرت الطرطيرة وكذا. في واحد صديق شاف الفيديو قال لي بس أنا بدي أسأل سؤال إنه هذا أبو سلوم ما زعل من مرته وابنه لأنه حبسوه؟ قلت له طبعاً ما زعل ولا بحق له يزعل أصلاً هو العيلة تبعه متعودين على هيك أفلام. هاي اولا وثانيا يعني هو ما بيحسن بلا ام سلوم يعني هو بتشرد في الشوارع هاي ام سلوم هي المحور تبع البيت والمصاري اللي بتنصرف على البيت لما بيكون ابو سلوم مفلس من اللي هي بتخبيهم لغدرات الزمان فهي شخصية محورية في البيت بعدين هن في واحد منهم كان لازم ينحبس هو او محمود او مرته فهن اتفقوا انه لا خلي هو ما عنده شغلة ينحبس هلا بعد ما طلع بكام يوم اجى لعنده الخرفان ابو محيو هذا اللي مساوي حاله كبير عيلة العبد المجيد انه هو يعني شغله مبينه وهذا الرجل هو بقدر ما هو خرفان بقدر ما اله في بعض الاحيان منافع مثل يوم اللي راح معه على الفرع ووظفه بشعبه الحزب يعني رجل في اله بعض المنافع فاجى لعنده قال له يا ابو سلوم انا زعلان منك قال له ليش؟ قال له ليش ما قلتوا لي ايش عم بصير معكم؟ كنا رح عملنا له قتله لهذا ابو هادي بياع الصوف وهذا اللي بعته معه المصاري ابن عمه للرائد من أرمناس كنا بنروح نقتلهم في أرمناس ابو سلوم صار يضحك قال له ايه والله وقت بياخذونا على المخفر كمان بنقتل الشرطه، بياخذونا على القضاء بنقتل القاضي والمساعدين تبعه. ايش يا عمي انت مفكر حالك نحن مين؟ هاي اولا وثانيا في البلد شرطه وفي قضاء وفي بيعملوا لنا ألف قصه بيحطونا كلياتنا بالحبس انت وخالتي ام محيو بيحطوكم معنا بالحبس قال له فشر والله نحن ما حدا بيحسن يقرب علينا المهم يا ابو سلوم انا صلي كام يوم عم بوضعك يا ابني انا شايل هم عيله العبد مجيد كلها انت في شغله وحده لازم تعملها قال له اشو يا عمي قال له انت لازم تتوظف أبو سلوم صار يضحك قال له يعني أنا صححت لي وظيفة وما بتوظف قال له إيه؟ صححت لك وظيفة كوا القل عم بتقدم أنت ليش ما عم بتقدم؟ لوين؟ قال له على المالية بإدلب في جانب من شخصية أبو سلوم أنا ما غطيته في الفيديوهات السابقة إنه هو بفترات البطالة الطويلة بين شغل على السيارة وتبطيل ورجع شغل مرة ثانية هاي كان دائما يلاحق موضوع الوظيفة انه بركي بتوظف ويقدم على طول على وظائف اللي صح له وما كان ينقبل سواء دعمه ابو محيو الخرفان او ما دعمه ليش لانه ما في شيء عنده مؤهلات هو رجل ما معه شهادات هو شهادة السواقة تبعه نفسه انه هو يشوفه ضعيفة بسوء له نظارة وإلى آخره فما كان ينقبل بشكل عام يعني بقى هاي الوظيفه تبع الماليه الغريب في الامر انه انقبل بدون اي شيء ما شاف الا بعد ما قدم انه جيته رساله انه التحق بمديريه الماليه بمدينه ادلب فراح ركض طبعا والتحق بس ايش اللي ضره حسب ما حكالي نصيحه ابو محيو انه الوظيفه عونطه وغيب شموس وخوض فلوس يعني بيجي راس الشهر بتقبض راتبك سواء اشتغلت خلال الشهر او ما اشتغلت وفهموا ابو محيو انه معظم الناس مضين هاي الوظيفة عوانطة فهو صار يضرب عوانطة ابو سلو هو شغلته سيارة خدمة انه بيوصل الناس اللي محتاجين من الدائرة توصيلات تعلق بالشغل فهو شو يقول دائما والله اليوم السيارة عبشر زيت ما بخاف انا تقطعنا اذا وصلت او صار يقول لهم الدركسيون بيقفل نحن بنكون عم نسوق قال امس كنت عم انا السياره الدركسيون قفل معي وصارت السياره شقفه وحده ولولا ستر الله كنا ضربنا بالحيط وكذا فما يسترجوا الركاب نفسهم الموظفين صاروا يقولوا له يا اخي ما بدنا خلاص بنروح بندبر حالنا فهذا الكلام كله كان يصال لمديره في الشغل بعد مرور خمس شهور على وظيفة أبو سلوم مديره المباشر طالع قرار بتسريحه وبعته لمدير المالية مشان يأخذ توقيعه عليه ويصدروه بشكل نهائي أبو سلوم صار عنده خبر فحس بالعطب وعرف حاله أنه وقع في شر أعماله لأنه هو كان ما يخدم الموظفين هذا يقول له مكسور معي الزند البييل في السيارة وهذا يقول له التراسميسيون عم يشرب مي وهذا يقول له عم زيت الرادياتور وعم بفور وشي بيقول له عم بيقفل الدركسيون وبيعرف حاله شو عامل ومع ذلك راح لنفس الموظفين صار ترجاهم وهدول الموظفين بيعرفوه عوانطجي بس كانوا كتير يحبوه ليش؟ لأنه شخصية زهراوي واحد صاحب نكتة كان يحكي لهم قصص وحكايات يفرطهم بالضحك كان يصنع النكتة صناعة يفرطهم بالضحك حتى على خصوصيات بتتعلق فيه يحكي لهم شغلات تضحكهم فراحوا أربعة خمسة منه اللي عند هذا المدير صار قال لك قالوا أنتم عم تترجوا من شأن واحد عوانطجي ما بيساعدكم ما بيخدمكم قالوا له مزبوط ولكن هلا هو ممكن يتراجع ونحن بنجيبه لعندك وخليه يعتذر وهذا الرجل يا اخي وضعه مزري تصور يا استاذ انه فوق ما بيناولها لمرته الراتب كل شهر في ايده بتقعد بتبهدله اولاده راكبين على كتافه وضعه تعبان كثير جابوا لأبو ابو سلوم كمان صار يترقق له زلل له يا اساس خلاص قال له خلاص انا كرمال الشباب ما راح يعني راح اطوي القرار وما خليك تسرع بس هون عندي بالقسم ما في مالك عادة هلا طالبين مديريه الجبايه التابعة على الواردات بدهم شوفير ببعتك لعندهم اذا بيأخدوك صار شغل ابو سلوم في قسم الجبايه مع الجابي ابو عليان وهذا واحد خيله اكثر من ابو سلوم فصاروا اثنيناتهم ثنائي حتى صار ابو عليان يرتيله لابو سلوم يعني مثلا جاي واحد انه بدك توصلنا يقول له ابو عليان انه مبارح دير بالك السيارة صارت تقطش مع ابو سلوم وإلا شي كانت قلبت وبعدين قطعت وشحطوها واخذوها على المنطقة الصناعية فاذا وصلك ما بعرف انا عجب بوصلك بيحسن ما بيحسن كان يساعده في هذه العوانطه كان في غرفة في المستودع قال له ابو سلوم لابو عليان ايش رايك تعملها مركز الجبايه تبعك؟ قال له فيها رائع وكذا قال له بنظفها ونضبطها وبنحط فيها عده شاي وقهوه، انا كنت اشتغل بالشعب زماني بعرف ساوي هيك شغلات فراحوا عملوا شيء اسمه الابوسه، هاي الغرفة اللي اسمها الابوسه صارت ملفة لمعظم الموظفين تبع الماليه. سواء كانوا بالجبايه والوردات او بالاقسام الاخرى اي واحد ملان خرمان على السيجارة على فنجان قهوه على كاس شاي كان يتسرب ويجي لعندهم على الابوسه وهن مضيافين طبعا ليش لانه بده حدا يسلوا معه وطبعا بنكتوا وبيضحكوا يعني ممتازين جدا القعده معهم ما بتتفوت حتى ابو نادر مدير الوردات صار يجي لعندهم يقعد حبهم كثير كثير لهدول الثنائي أبو نادر بحب يعني يستسير يمزح معهم فمرة شو قال لهم؟ قال لهم والله أنا سمعت أنه أنتوا عم تتمسخروا على الموظفين والموظفات وهذا شيء ما مقبول هذه بالكم قام قال له أبو عليان يعني أستاذ نحن تمسخر على الموظفين نعم لكن على الموظفات؟ معقولة أستاذ أنت بصدق أنا وأبو سلوم نحن نتمسخر على الموظفات؟ أنا عزابي وأبو سلوم متجوز بس انت ما, ما بعرف اذا بتعرف طبيعه العلاقه بينه وبين اختنا ام سلوم هلا بدي اسالك سؤال انت الصبح اختنا ام نادر بتعمل لك فنجان قهوه ولا لا قال له طبعا قام قال له ابو سلوم بدل القهوه بتعمل له بهدله وبتدبشه في الباب وبيطلع فهذا اذا شاف اي موظفه من زميلاتنا اللي هن عراسنا كلهم طبعا هل يعقل انه يتمسخر عليها اعوذ بالله لا انا ولا هو استمر هذا الوضع المريح الرائع البهيج حوالي سنه بعد سنه فوجئوا انه ابو نادر عامل طلب نقل على مديريه ماليه حمص واجى نقله مدير الواردات وجابوا لهم محله واحد اسمه ابو مراد عكس ابو نادر يعني هذاك ابو نادر يحب المزح والضحك وفهمان القصه انه نحن عنا بسوريا الموظفين هيك مثله يعني ما في حدا قابضها جد وبحسب ما فهموا الشباب انه هذا ابو مراد واحد بعثي ومدعوم ما بعرف من مين من امين فرع من غيره ولذلك جاي بقوه وصار يطالع قرارات ويعمل كبسات مفاجئه على الموظفين ويعمل جولات ويدور من واحد لواحد لو وكان اكثر شيء زعجه ابو عليان، ليش؟ لانه نسبه التحصيل عند ابو عليان متدنيه وهذا كمان صار يعمل ابو مراد خطابات انه يا شباب يا رفاق انه نحن مديريه الماليه عصب الدوله نحن اذا ما جبنا مصاري ونيمناهم وبعثناهم على الشام وزاره ماليه في الشام هي بتغذي كل الوزارات في المال ولذلك بدنا نحن مسؤوليه قوميه ووطنيه والسيد الرئيس وبلش الزلمه ايمت ما جيتوا عم يخطب فقعدوا ابو عليان وابو سلوم في جلسه أبو سلوم كان معه سيكارتين برانيات سكروا حالهم شربوهم حشيش طبعا وقعدوا يفكروا انه شلون بدنا نساوي فقال له ابو عليان هذا الزلمه لازم نحن نفطر فيه قبل ما يتغدى فينا هلا هو عم يبادر وبيروح وبيجي نحن لازم نبادر نروح لعنده نعمل له مبادره نخليه هو يتندم يعني على هذا الشيء اللي عم يعملوا معنا قال له ابو سلوم لعيونك انا معك من ايدك هاي لايدك هاي ايش بتريد؟ أنا جاهز. نفذ أبو عليان الخطة اللي حاطها براسه. عمل كتاب وقال له لأبو سلوم استناني هون وراح لعند أبو مراد، نقر الباب دخل احترامي أستاذ قال له أهلا وسهلا. قال له أستاذ أنا شايف اهتمامك بجمع الأموال والجباية وتحصيل الديون في محله وأنا عملت قائمة عشر أسماء بالمكلفين اللي ما عم يدفعوا صار لهم زمان ونحن الحقيقه مقصرين هون مديريتنا كلها بتحصيل هذه الاموال بس انا بترجاك انك انت تطلع معنا ابو مراد عجبته كثير مبادره ابو عليان وشكره قال له انت عندك حس وطني قال له له يا استاذ نحن كلياتنا فداء الوطن وصاروا يخطبوا على بعضهم هو عم يقرا الورقه قال له بس هدول برات ادلب قال له يا استاذ ادلب لحقانين عليها نحن خلينا نروح نجيب هدول ولحقانين على ادلب هاي اولا وثانيا يا استاذ في نوعين من المكلفين بالضرائب في نوع عليه ضريبه للماليه بيروح بيقدم على غير محل على شغله على مناقصه بيقولوا له بري زمتك من الماليه كلهم بيجوا لعندي بيدفعوا او عند الجبات الثانيين بس في ناس وخاصه اللي عليهم ضريبه املاكيه يعني ضريبة الدار وهي مبالغ 300 و 400 ورقة و 500 ورقة بس على عشر سنين بتلاقي تراكمت عليه هدول في منهم ما معهم يدفعوا وفي منهم ما بيحبوا يدفعوا هن عوانطجية فهلا نحن بنروح لعند هدول بننزرهم بنعمل كذا قال انا جاهز خلص جهز الامور وزونات سفر وعبوا السياره بنزين وبكره بنطلع فعلا ثاني يوم طلعوا، بس ايش اللي عمله هذا الملعون ابو عليان؟ حاطط براس القائمة محمد محمود المحمود بين قوسين الملقب عنتر. هذا الرجل بيعرف ابو عليان معرفة جيدة انه هو سكرجي وما بيسكر إلا بالدار وبيجوا لعنده رفقاته بيسكروا من مساء للصبح وبيوصلوا الليل بالنهار على سكر، إيه وهو هذا ما بيحب يضرب لا بالفرد ولا بالاندرجية ولا بالشنتياني ولا بوكس الحديد بيحب يضرب بالسيف ولذلك لقبوه في هاي البلد اللي رايحين عليها يعني بلقب عنتر فراحوا لعنده وقفت السيارة على الباب قال يا أستاذ هذا بيته مين بدي نزل قال أبو سلوم تحبوا انزل أنا قالوا له انزل نزل أبو سلوم دق الباب ما شافوا لا طالع هذا الرجل من نصه لفوق بالظلط ومن نصه لتحت لابس وعينيه حمر مثل مثل العفريت واول ما طلع سحب السيف وإجا على ابو سلوم ابو سلوم انهزم رجع على السياره وسكر الباب هذا إجا دخل السيف جوا السياره صار يقدمه ويأخره صار يقولوا له لي طول بالك يا اخ ابو محمود اشو في قال لهم انتم اشو في ايش بدكم قال له سلامتك قال له لا انا عارفان انتم جايين من الماليه بدكم مصاري ما انا ما حدا بياخذ مني مصاري بدكم ضريبه انا ما بدفع ضرائب عم تفهموا وصار يقرب السيف وين باتجاه ابو مراد ابو مراد راح يلزق بالحيط على قد ما السيف راس السيف يقرب من بطنه ارتعب رعب بغير شكل بعدين ابو عليان قال له يا اخي الله يرضى عليك نحن عم نمزح معك نحن بالغلط دقينا الباب نحن عم ندور على غيرك نحن ما بدنا منك ضريبه خلص كرمالنا لما تقرب السيف الاستاذ الاستاذ هو مدير الواردات ما بصير يعني ما كويسه منك قال له شو ما كويسه اوعى والله هالمره ما قتلتكم مره ثانيه بشطحكم هون على الباب ثلاثه تكون فيكم بقى حدا يجي قال له امره بعد ما مشت السياره صار ابو عليان يطلع طرف عينه على ابو مراد لقال لسه وجههم اصفر وعميل هات ويعني كثير وضعه تعبان قام قال له لا ابو سلوم وقف شوي على اليمين ابو سلوم وقف معك قنينة مي قال له اللي اعطينا عطاي ولا ناوله لا لأبو مراد قال له أستاذ شراب مي غسل وشك وشدنا حيلك لسا في عنا عدد منيح من المكلفين من نروح اللي قام قال له لا أنا مكلفين